ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي، فلقد استمعنا لهذا الكم الكبير من سورتي السجدة والإنسان، وسلم النبي لنا تلاوتهما في فجر الجمعة لما بينهما من رباط شديد بين السورتين وبين الجمعة، والنبي يربط بينهما حين يقول صلى الله عليه وسلم: إن خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه نزل إلى الأرض، وفيه مات آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا توافق دعوة من مسلم أو مسلمة إلا استجاب الله له. فذكر ليوم الجمعة خمسة خصائص: فيه خلق آدم، يعني خلقنا ارتبط بيوم الجمعة، ده بدء الخلق، هذه واحدة. وفيه نزل إلى الأرض، استخلافنا ارتبط بيوم الجمعة. وفيه مات آدم، مصيرنا مرتبط بيوم الجمعة. وفيه تقوم الساعة، حسابنا مرتبط بيوم الجمعة. وفيه ساعة إجابة لا توافق دعوة المسلم والمسلمة إلا استجيب له. فخص يوم الجمعة بهذه الفضائل لا مثيل له. أذكر حديثين. الحديث الأول في فضل الجمعة نفسه وصلاتها، والحقيقة ما قرأت حديث أعظم أجرا في عبادة تؤدى في الدنيا أعظم من هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام يوم الجمعة فغسل واغتسل. خلي بالكم كلمة كلمة: فغسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركض، وجاء المسجد فجلس فأنصت ولم يلو حتى يفرغ الإمام من صلاته. لم يخطو خطوة في مشواره كله إلا كتب له بها عبادة عام يصوم نهارا ويقوم ليلا. خلي بالنا ناخذ الحديث حتى هذه. ايه غسل واغتسل؟ فتح لنا باب ان الانسان ورايح الجمعه يذهب بلا شواغل. جزء من الشواغل حالته جنسيه، ممكن يفكر في واحده وجايه في السكه. فرب العباد اراد ان يصرف عنا كل هذا، فقال غسل واغتسل. المفسرين قالوا: اي جامع امرأته، فغسل نفسه، اغتسل هو وحمل امرأته على الغسل. يبقى أهل، ولذلك السلف قال عبارة عجيبة جدا، إن الجماع يؤدى عبادة. الحديث الوارد: وفي بضع عدو مصدقة قال يا رسول الله: آية رجل من اللذات وله بذلك أجر. قال: أرأيتم لو وضع في الحرم مكان على الوسط؟ قالوا: بلى. قال: فلو وضع في الحلم فله بذلك أجر. من فعلها بنية العبادة أن ينهى نفسه عن الشواغل ويشغل قلبه بالواحد، هذه من أجل العبادات. ولذلك قال، يعني قول ابن عمر قال: أمتع العبادة ما كان بعد الجماع. نفسيته استريحت وحالته الجزئية استريحت واستحم وفاق، هيجي مفيش شاغل يشغل عن الصلاة. فغسل واغتسل أذهب الشواغل.
وتطهر. طب والعزب مش متجوز؟ ها؟ والمسكين المطرود ولا حمة له؟ قالوا غسل واغتسل يغسل راسه كويس ويغسل جسمه. فغسلت واغتسل تطلق على غسله راسه وجسده. يبقى العزبان دي يهتم بجسمه ينظف نفسه كويس. ومتزوج متع نفسه يجي. بس قال لها وبكر وابتكر. بكر اجا مبكر. ليه مبكر؟ كلما بكرنا زاد اجرنا. على التبكير نفسه. بل النبي في الحديث الاخر وضح لنا ثمرة التبكير فقال: من جاء يوم الجمعة في الساعة الأولى كان كمن ضحى ببدنه جمل. أجر تبكيره يوم الجمعة كمن ضحى ببدنه. البدنه تساوي كم ثمنها دلوقتي؟ الجمل. شوف كم ألف دولار. ها؟ لو أنت اشتغلت ثلاث أربع ساعات دول هتجيب كم؟ تخيل إنك أنت لو أشغلتهم لله وجيت اشتغلت في الذكر في المسجد أجرك عليهم كأجر من ضحى ببدنه. آلاف الدولار دفعها. قال: ومن جاء في الساعة الثانية كان كمن ضحى ببقرة. شوف البقرة ثمنها كام؟ ومن جاء في الساعة الثالثة كان كمن ضحى بكبش أقرن أو أملح. ومن جاء في الساعة الرابعة كان كمن ضحى بديك. ومن جاء في الساعة الخامسة كان كمن ضحى ببيضة. فإذا أذن المؤذن دخلت الملائكة إلى المسجد اللي تسمع الجمعة وطويت الصحف. اللي جه بعد الأذان سلامات. ما فيش حد يكتب حاجة. كلهم بينصتوا الجمعة. ها؟ فبل هقول إيه بس؟ كنت في مسجد في جنة. الناس كانت تتمنى بشر. فقلت لصاحب الراعي المسجد عايزين نعمل توسع، عملنا توسع. توسع قد المسجد 660 متر. المسجد كان 1000 متر. قلت له اسمع اللي قلت له عايز نفرش سجاد. قال لي يا عم الشيخ مين اللي بيصلي في المصلى؟ اللي هي المجد دي. قلت له مصلين. قال لي يوم الجمعه. مين اللي بيجي جامع؟ قلت له اللي ضحى بكبش وبدنه وبقره. قال لي طب انت عايز ابو بيضه ده؟ نحط له سجاد ما يستريش اللي حصير. على قد البيض. الشيخ ان كانت هذه نظرات البشر فكيف بتقدير رب البشر؟ يا اخواني ندرك هذا المعنى. طبعا خلاف هل الساعات تبدا من الشروق او النهار ولا الساعات تقسم في الساعات الاخيره؟ هل الساعة بساعتنا الحالية؟ ولا الساعة قدروها بالتقدير القديم بما يعادل قراءة 50 آية؟ طبعا اللي قالوا بالتقدير القديم قراءة 50 آية، 50 آية دلوقتي تعادل ثلث الساعة. يعني الخمس ساعات ممكن تنحصر قبل الجمعة بساعة ونص ساعتين. وطبعا في الكلام ده ساعة على الناس كلها. عشان كله يلحق ياخد بدنه ونأمل في الله. والامر على قدر نيتك ورجائك من ربك. الشاهد يا اخواني يبقى غسل واغتسل وبكر وابتكر. قال ومشى ولم يركب. ليه؟ كل خطوه مشي تسجل. طب لو ركب؟ مش مكلف بنزين؟ الاجر هيضعف يقينا. لكن انصح اي واحد في يوم الجمعه ليله الجمعه يركب سبع بعيد عشان يمشي من بيته للسياره. ولما يجي هنا يركبها بعيد. ويمشي على قد المتر. ما يبقاش التنافس ان احنا نقرب، لا التنافس ان احنا نبعد. هنحل ازمه الركنات. وهنزود الاجر. كلها مصالح. كلها منافع. وضحت؟ فالناصح حتى لو جه بدري يدور على ابعد مكان يقدر يمشي لغايه لحد. لان كل خطوه بعباده سنه يصوم نهارها ويقوم ليلها. هنجيب الكلام ده فين؟ الكلام ده لا يتكرر في اي عباده غير صلاه الجمعه. وضح الفضل ده؟ ولذلك يا اخواني اعظم حديث قراته في الفضل في
في فضل أي عبادة فعلنا كلها. والحديث صحيح عشان باش حد فينا قصر، صحيح وثابت في الصحيح. هذه واحدة. يبقى أول الفضل هذا الفضل الكبير اللي خص به يوم الجمعة. الفضل الثاني فجلس ولم أنصت، فأنصت أنصت للجمعة. الإنصات له ضوابطه التي جاءت ثبتت، إن داخل أقرب مكان لي يقعد فيه لا تخطى الرقاب، فكان الصحابة يجلس أحدهم حيث انتهى من المجلس، واللي جالسين في الصف الأول ما يتمطعوش، واحد في مخل مكان اثنين ثلاثة ياخد مكان، واللي جاي بعده ياخد الجنب، ياخد الجنب ياخد الجنب الأول، ندخل على الثاني على الثالث من غير تخطي الرقاب. هذه واحدة لو سنها عن تخطي الرقاب. الثانية إن على قدر سبقه يستحق البقاء قدام. هب أن واحد جاء مبكر، واحد جير وراه دخل قدام أو قد مكان، هل ده ينقص أجر ما سبق؟ وإحنا النصاحة إن إحنا يعني هنقول إن إحنا خدعنا ربنا وجاي متأخر الخط كله رقابه، يقول لك حق أقعد في الصف الأول، حقك عشان تقعد في الصف اللي هو بتاع البدر. واضح المعنى ده يا إخواني؟ ندرك هذا المعنى. فجلس فأنصت ولم يلغو، يعني إيه لم يلغو؟ أي حركة أثناء الجمعة مش فقط يأثم بها، ده تبطل جمعته. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يبقى نجلس زي الحج بالضبط، لا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا كلام، كمان كل واحد يكلم ويخلى عنه دم ويشغل نفسه بذكر الرب. واضح الأدب ده؟ حتى انت داخل انسى السلام عليكم. المسجد احق بالتحيه، أدى التحيه وهي سنه ثابته. لما دخل احد الصحابه والنبي يخطب قال: هل حييت بالطلب؟ قم فصلي واوجس، ما دام دخل الامام اوجس. لكن اللي جاي بدري يقول جابر: كنا نبكر في المسجد فنصلي ما شاء الله لنا ان نصلي ثم نجلس حتى يصعد الامام المنبر فننصت ولا نلخو. يبقى اللي جاي بدري يصلي براحته، ركعتين اربعه سته ثمانيه مع معذور. نار جهنم تسعر في كل أيام الأسبوع في وقت الزوال، وقت انصاف الشمس كما تسمى. ولذا نهينا أن نصلي في هذا الوقت. النبي استثنى يوم الجمعة، قال: إلا يوم الجمعة. يعني لنا أن نصلي إلى الأذان. واضح المعنى كده؟ المتحرج أن يصلي وقت الزوال استثنى يوم الجمعة. في أي وقت تدخل صلي. الحرج مرفوع. وضحت؟ فإذا كانت الصلاة مكروهة وقت الزوال استثني منها يوم الجمعة. وده من أفضل يوم الجمعة، من فضائل يوم الجمعة. ساعة الإجابة، ودي فضلت بها يوم الجمعة كما فضلت بها ليلة القدر. يا ترى أي ساعة؟ العلماء اختلفوا، بعضهم قال قبل ما يطلع الإمام منه، بعضهم قال وقت ما الإمام على المنبر وقت الجمعة، بعضهم قال لا بعد صلاة الجمعة، وقتهم على عصر الجمعة. صحيح جمهور العلماء رجح أن الساعة داخلة من ساعة العصر بعد صلاة العصر الجمعة، ده الراجح عند الجمهور، لكن الخلاف قائم على كل هذا. فمطلوب ندعو ما استطعنا في كل هذا، يمكن دعوة الصين يغير الله من حالنا. وضع الفضل الحديث بتاع من مس الحصى فقد لغى، داخل الصحيح؟ حديث صحيح. من مس الحصى فقد لغى. انا شغال في الجامع يعني، انا شغال في المسجد. لا يا مولانا، اللي شغال له عذره، اللي بيقوم بخدمه المسجد لا، يسن له ان الخدمات اللي عايزين نعملها نعملها بدري قبل ما يجي الامام، خلصها بدري. بس في ناس تدخل كل شهر، يعني مثلا الحمام فين؟ احط ده فين؟ غصب عني. لا حرج، ولا واقف ينظم بره لا حرج،
الواقف في خدمة العباد نرجو الله أن يكتب له مثل أجر كل من سبق. ما تخافش. طيب. أصل أنا بتكلم ماليش جمعة خالص. ما تخافش. ما تخافش، مفيش حاجة بتروح عند رب العالمين. قال ابن عباس: لئن أسير، علم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لئن يسير أحدكم في خدمة أخيه المسلم خير له من أن يعك 40 ليلة ليقضي حاجته، خير له من يعكفها في مسجد النبي هذا يصوم نهارها ويقوم ليلها. وضحت؟ فضل الله كبير، واحنا خاصة نتكلم على عبادة لها فضل كبير جدا، والناس عنها في غيبة خاطر. وضحت؟ لذا حرم الله البيع والشراء وقت الجمعة. يعني ما ينفعش أنت جاي قبل الجمعة تلاقي عمال بتاع البطاطا بيبيع بطاطا تقول له طب احجز لي البطاطا دي. امس بيع الشراء، بعد ما تخلص تطلع اشتري، لكن قبل الجمعة لا. وقت الجمعة يحرم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا البيع اتركوه نهائي. وده تحريم. النهي هنا على التحريم. وذروا البيع. واضح المعنى؟ إذا نودي لك هذا المعنى. وقت الجمعة وقت الجمعة. فنجتهد في الدعاء ما استطعنا اليوم كله. وخاصة على قول الجمهور الساعة الأخيرة قبل مغرب الجمعة، لأنها ساعة إجابة لا ترد فيها دعوة. وكثير من الناس ضيعها ويغفل عنها. تخيلوا من العباد يفتح لنا ساعة إجابة وإحنا كلنا في وادي تاني. الله يتوب علينا جميعا. ده فضل يوم الجمعة. طيب ليلة الجمعة الرب يتجلى في سلسلة خير الليل. في كل ليلة، لكن خصت يوم ليلة الجمعة بمزيد الفضل. ثبت هذا في تأويل النبي لقول سيدنا يعقوب لأولاده لما عرفوا بخطئهم وأقروا ليوسف إن كنا خاطئين، ثم جاءوا الذين يعتذرون قال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. نلحظ ملحظ، سيدنا يوسف أول ما اعتذر له إن كنا خاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم فورا. سيدنا يعقوب ما رد من الرد، قال سوف استغفر لكم. ليه قال سوف ولم يستغفر في حينها؟ الأثر يعلمنا الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجل دعوته إلى الثلث الأخير من فجر الجمعة لأنه يعلم أنها لا ترد فيها دعوة. ورب العباد مدحه قال وإنه لذو علم لما علمناه سيدنا يعقوب ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واضح المعنى الخطير ده؟ إذا هذه خصيصة لليلة الجمعة. إضافة لهذا كله سنة أخرى، حديث ثابت ونتكلم في بعض المحدثين لكن الراجح صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ليلة الجمعة أو يوم الجمعة سورة الكهف غفر الله له بها ما بين الجمعتين. يبقى قرأت سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة في أي وقت من 24 ساعة من المغرب لآخر لقبل مغرب ثاني يوم يوم الجمعة في أي وقت تقرأ، من قرأها بغفران ذنوب أسبوع كامل، يعني اللي انتظم عليها كل جمعة لن يكتب عليه ذنب. وصل المعنى الخطير ده؟ بس مش معناها ترفص الأسبوع كله وبعدين تقول كام تمسح نتلم ونتخلى عن ذنب عايزين المغفرة فلا نعبد للمعصية لأن الذنب العامل غير الذنب اللي يأتي عفوا وخطأ وضعفا منا. واضح المعنى؟ فقراءة سورة الكهف ليلة الجمعة فجر الجمعة بغفران ذنوب أسبوع كامل. واضح المعنى ده يا إخوان؟ وإيه العلة في سورة الكهف؟ ده فيها علة، لأن في حديث واحد أو وارد آخر إن من قرأ سورة الكهف الجمعة وقي فتنة الدجال. يعني مش دلوقتي بس، كمان لو قدر الله عشنا لأيام الدجال ربنا يحسن الختام ده.
منتظم في قراءة الكهف في آياتها ما يدفع عنه فتنة الدجال. بل في حديثين ورد، حديث بقراءة العشر آيات الأول يوم الجمعة، وحديث ورد من العشر آيات الأواخر على أن العشر الأولى هي الواقع فتنة الدجال والعشر الأخرى. الله يرحمه ابن عام مندودي كان عمل فيها كتاب جميل جدا، لا أذكر هو ولا أبو الحسن الندوي، اسمه تأملات في سورة الكهف. حقيقة من أروع ما قرأت. صحيح قرأت في السبعينات والرجل كان لسه عايش، الاثنين أبو الحسن الندوي وأبو عام مندودي كانوا لسه عايشين. فقرأت هذا الكتاب كان مطبوع في طبعة صغيرة قد الكف كده، لكن كان من أروع ما قرأت حول سورة الكهف. إيه الربط بين الدجال وفتني وبين الآيات التي جاءت في سورة الكهف؟ سواء العشر الأوائل أو العشر الأواخر. ربط بينهم رباط عجيب جدا. واضح المعنى؟ ندرك هذا المعنى، مش عايز أخوض عشان فيها أو إنها لو نخصفر فيها هنطلع الموضوع خالص. سامعني؟ فالشاهد يا إخواني كل هذا السنة يوم الجمعة وشر لنا حتى لا نضيع لحظة من هذا اليوم، يوم الرحمة. رحيتنا صحيح، لكن رحيتنا فقط إن احنا يوم الجمعة ناخد نوم، ولا رحيتنا زي ما نريح الأبدان فننام ونريح الشهوات فنتعاشر أهالينا ثم نريح قلوبنا بهذا الزاد العظيم اللي بنتزود به من اسبوع لاسبوع. اعداؤنا فطن الجمعه. ليه؟ لان الانسان محتاج شحنه كهرباء تمشي الاسبوع كله، ونجد كثير منا نجد وقت يروح المسجد. فرب العباد اوجب علينا الجمعه وفرضها عشان نسمع المواعظ رغم انفنا، ونتزود رغم انفنا، وناخد الزاد اللي يكفينا اسبوع رغم انفنا. وصل المعنى؟ ولذلك الخطبه الاصل فيها الموعظه واعطاء الناس شحنه كافيه بحيث يقدر يوصل بيها من اسبوع لاسبوع. وضحت؟ طب احنا قعدنا نقصر فيها ونقصر فيها ونقصر فيها لغايه ما كلمتين. صحيح اللي ربنا يوفقه حتى الكلمتين ممكن يكون لهم اثر كبير جدا. هل السنه تقصير الخطبه ولا تقصير القراءه؟ السنه تقصير الخطبه واطاله القصر. من فقه مئنة الرجل او مئنة فقه الرجل تقصير الخطبه واطاله الصلاه. لكن مع ملحوظه. كان يقصر الصلاه اللغه عندهم عاليه. فيجمل الكثير في وقت قليل. لو اجملنا الان محدش هيفهم من خطبه الجمعه. فبنضطر نبسط، وده ممكن الشرح نفسه محتاج تبسيط، والبساطه العامه محتاجه وقت طويل، والناس طبعا تمل من طول الوقت. والترجمه. ها؟ فما بال ما في ترجمه كمان؟ كمان الصحابه كانوا فاهمين الاطاله في الصلاه، القران كان موعظه بالنسبه لهم، انه كانوا فاهمين بيتقال في ايه؟ طبعا. بل الامر عشان يعني ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتلى المنبر فحمد الله واثنى عليه واستفتح فقرا قاف. سوره قاف بس. خد فيها الخطبه. فقط قراءه. ثم جلس ثم قام فدعا. وامر بالتقوى ونزل. دي كانت خطبه الجمعه. الله يرحمه شيخ مشرف المز. أما أحداث 81 لما السادات عمل طلع قرار لم المشايخ كلهم محطوط في السجن، فما كانش اسمه نزل في الكشف. فالأب رايحين حاضرين يوم الجمعة دي، القرار ده طلع الخميس بالليل ووقت الجمعة الصبح، فطلع المنبر قال نحيي السنة. ما قالش ولا كلمة، قرأ قاف. هو يبكي، يقرأ قاف ويبكي، وجنبه كل ولا يبكي. خلص ونزل. طبعا من القاعدين قالوا اذكى رجل رايناه في حياتي. هيمسك يقول له قرات قاف؟ بكيت الناس؟ علمناكم حين ايه؟
إذا ندرك هذا المعنى الخطير، الجمعة موعظة وده الأصل فيها، وزاد يحتاجه الناس. والله أخواني كثير من الناس كان يقول لي إحنا لا نجد ساعة نتعلم فيها ديننا إلا هذه الساعة مع كثرة انشغال. فإذا ضعت الساعة دي ها وطلع لنا الخطيب تعبان ولا كحيان تبقى حالته حالة ولا بس. يعني الله يرحم شقيقي بيقول لي حضر الجمعة في المسجد في الصعيد، قال لي الشيخ جاب كتاب قديم قوي عمال يقرأ فيه، قال طبعا بيقرأ حتى جمهور قال خطأ، وجه في الآخر بيدعي بكده اللهم انصر سلطان حسين كامل وجمع كل ورع أمين وعساكر الموحدين أمين في الأستانة أجمعين أمين. وإحنا في القرن 21 هم برضه دلوقتي بيقرأوا بتاعت وزارة الأوقاف وزاد الأخوة بس ده بسيط ده واحد بيقرأ فالورقة مكتوب عليه طبعة الشمل أو طبعة الشمل مأمين وراء. يعني الهبل وصل بنا لهذا الحد يا إخواننا. دخول الجمعة يجب أن يحترم الناس وتحترم قلوب الناس وتحترم إيمانيات الناس وتحترم عقول الناس حتى يزود الناس بأعظم زاد. وذلك وجب علينا جميعا إن مفيش إيمان نتعاون جميعا من أموالنا حتى نأتي الإمام، لأن ده اللي حدنا زاد اللي يكفينا على الأسبوع كله، إحنا وأولادنا ونسائنا، ركننا ضعنا وضعنا عيننا. واضح المعنى الخطير ده؟ إذا ندرك هذا المعنى مطلوب يوم الجمعة نستفيد به أكبر استفادة ممكنة، بل هو ده يوم العيد اللي يلتقي فيه جموع الناس من كل مكان. الزوايا الصغيرة يسنى أن تغلق ويجتمع الناس في مساجد الجامعة حتى يلتقي المسلم بأكبر جمع المسلمين. الشحناء اللي بيننا تذهب، التعاون بيننا يرجع، الأخوة بيننا تزداد ولا تنتهي. زعلان من أخوك هتقابله يوم الجمعة تسلم عليه، ما سلمتش ضاع عليك فضل الجمعة كله. خلي بالك ودي نقطة مهمة جدا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يرفع الله الأعمال يوم الاثنين والخميس إلا المتشاحنين اللي زعلانين متخاصمين مع بعض. يقول أنظروهما لغاية إمتى؟ لغاية الجمعة. قال لا، حتى يصطلحا. ما اصطلحوش لا يرفع عمل خميس اثنين ولا خميس ولا جمعة، كل سنة طيب لغاية ما تصالح. أقل المصالحة يقول له السلام عليكم، مش عايز يحتك بيه، يكفي السلام. لكن لا بقى، بل في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما ينفعش يعني نخاصم بعض أكثر المسموح به ثلاث أيام، ده الحد الأقصى. وصل المعنى؟ ولا بد من المصالحة ولا بالسلام ولا بالتليفون. السلام عليكم فلان، وقفل. قابلته سلام عليكم خلاص. بس فالجمعة شرعت لإعادة الإلف بالمسلمين، لإعادة صفوف المسلمين. فطن لهذا أعداؤنا للأسف الشديد، والكثير منا جهل حقيقة. يحضرني مقولة لوزير خارجية بريطانيا لما كانت بريطانيا العظمى في الأربعينات، في اجتماع مجلس العموم وقاعدين يخططوا ازاي يقضوا على دوله المتاخة دوله الخلافه، ازاي يقضوا على الخلافه على المسلمين. فالرجل كان ذكي جدا لكن في الدهاء في المطر الخبز، وقف في مجلس العموم قال لن تقضوا على الاسلام ما دام عندهم ثلاثه، اولها الجمعات، ثانيها عرفات، ثالثها القران. ما دام عندهم الثلاثة دول لن يخضع للإسلام. طالما في خطبة الجمعة المسلم هيجي حتى لو إسلامه سيكميكي هيتعلم. عرفات هتعرض مشاكل الأمة وهتحل. حتى لو حكومة تنططت، الحكومات كلها هتقدر تمنع ناس في عرفات؟ هتقابل الناس كلها. وهتقعد مع الناس كلها. وتناقش قضايا الأمة كلها. من يستطيع
يمشي مع كل حاج مخبر هيجيب لهم فرق 5 مليون سلامات. الامر فوق الطاقه يا اخوانا، وتشريع الله ليضمن للامه بقاءها واستمرارها، والقران والحمد لله ان الله تكفل بحفظه ولم يكن لنا حفظه. واضح المعنى خطير ده؟ طول ما احنا عندنا هذه الثلاثه لن يقضى على الامه. فالحفاظ على الجمعه من اعظم منن الله على الامه لاستمرارها وبقائها مع عرفات مع كتاب الله. واضح المعنى الخطير ده يا اخوان؟ انا بس احببت انسوق هذا الفضل كله حتى نرجع. طبعا انا ما ربطتش بين الجمعه وبين السور، الوقت خلص. بسرعه تفضل شباب. لازم نعرفها ازاي ما الشيخ عبد العزيز كل جمعه بيقرا سيدنا الانسان. لا مش كل جمعه، بس عشان جت في الختمه ده النهارده جبت لها الانسان جنبها. الوقت خلص، وقت الضحى حل. احنا قدامنا لغايه الساعه 9. انت يا شريف مش غيرك، انت لوحدك ما تتكلمش عن الكل. خلاص خلاص، نديها فرصه للجميع عشان اللي عايز يفطر يفطر، وعايز يلحق اللي عايز يلحق يا مولانا، اللي عايز يسال السنه يلحق يغسل ويغتسل ويبكر ويبتكر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.